حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم في مشوار جديد يجمعنا معاكم على الخير وعلى المحبة من إمارة الفجيرة عروس الشرق والفجيرة تجمعنا. بداية خلوني أمسي على زميلي وأخوي علي اليماحي، مرحبا بك علي منورنا. هلا والله، مساك الله بالنور. حياك الله ومساك سعادة يا رب. يعطيك العافية يا رب. الله يسلمك. طبعا نمسي على مشاهدينا الأعزاء بكل خير وين ما كنتم، وحياكم الله طبعا معانا في مشوارنا لحلقة هذه الليلة. واليوم مواضيعنا جدا مميزة، رح نتكلم في حلقة اليوم عن متحف المستقبل اللي يفتتح متجر يعتمد على الذكاء الاصطناعي. نعم مشاهدينا، راح نتكلم أيضا عن الدائرة المالية في حكومة الفجيرة واللي تنظم فعالية دانة الفجيرة للابتكار. هذا طبعا وبالإضافة للكثير من المواضيع والتقارير الجميلة والهادفة بإذن الله، واللي راح تتابعونها معنا إن شاء الله في حلقتنا لهذه الليلة. مشاهدينا، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الظفرة، تقام الدورة 14 من مهرجان الظفرة البحري، واللي هو بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية في الفترة من 10 إلى 19 مارس المقبل على شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة. نعم، ويسلط المهرجان الضوء على الدور المهم الذي يلعبه القطاع البحري في إثراء النسيج الثقافي والاجتماعي العريق في دولتنا الحبيبة، والتعريف أيضا بالموروث الأصيل للمجتمع الإماراتي من خلال باقة من المسابقات البحرية والشاطئية التراثية والفعاليات الترفيهية والتعليمية والألعاب التراثية. ويستضيف مهرجان الظفرة البحري ويستضيف مهرجان الظفرة البحري في دورته هذا العام وللمرة الأولى بطولة كأس العالم في الوينغ فويل 2023 في أبوظبي، واللي راح تكون تحت رعاية موانئ أبوظبي ومشاركة أكثر من 50 لاعبا ولاعبة من بلدان مختلفة راح يتنافسون على المراكز الثلاث الأولى. وأيضا سيحتضن السوق الشعبي في المهرجان عددا من الأركان المميزة بما في ذلك المكشات وبيت النوخذة وقرية الطفل والمسرح والمسابقات اليومية، إضافة إلى عروض الأزياء الشعبية ومسابقات الطبخ والحرف اليدوية التقليدية وغيرها من الفعاليات الشيقة والجاذبة لمختلف فئات العمرية. ويفتح المهرجان أبوابه إن شاء الله أمام الزوار يومياً من الساعة 4 وحتى 10 مساءً. ويهدف مهرجان الظفرة البحري إلى ترسيخ الثقافة البحرية والمسابقات التراثية التي تترجم اهتمام القيادة الرشيدة بالاحتفاء بالتراث البحري والحفاظ على الهوية الوطنية، ويعزز أيضاً من استراتيجية صون التراث الإماراتي وتعريف أفراد المجتمع المحلي والسياح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر. أنا أحبها، أحب الفعاليات التراثية، أحس حقيقة أنها والله يا علي إحنا يمكن جيل الثمانينات في بعض المعلومات إحنا فعلياً ما نعرفها، فمثل هذه الفعاليات حقيقة قادرة على تعريفنا على تراث أكثر من رائع. إيه نعم أكيد، بس أنت من جيل الثمانينات، أنا من جيل 2000، فيعني هالأمور 70 شوي. لا بس ما شاء الله صراحة يعني الأمور اللي مثل هذه وايد أنا تجذبني أمانة. الأشياء التراثية شفنا في وايد فعاليات بتكون في يعني هالمهرجان، أمور الموروث الشعبي، الأمور التراثية. دائما أنا يعجبني شيء واحد عندنا، دائما فعالياتنا الموجودة وعلى مستوى الدولة خلينا نقول، ليس حصلا في إمارة الفجيرة، ولكن دائما الفعاليات هاي ترتبط والمهرجان هاي ترتبط بالموروث التراثي. هذا الشيء وايد مهم بشاير بأنك أنت تحافظ على هذا الموروث، طبعا بالتجديد بأنك أنت تتكلم عنه، تطرحه بين كل فترة وفترة، يكون في الذهن ما يغيب بعيد عنك وايد، فهمتي؟ فعلا. فمهم جدا مثل هالفعاليات، وايد مهمة أمان. عارف يعني بالعامية تبرد الكبد والخاطر نفسه. والله العظيم. والله صدقتي. مشاهدينا راح ننتقل الآن إلى جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، واللي نظمت ورشة بعنوان الاستدامة في الزراعة المنزلية، قدمها صاحب مشتى الوادي دفتة أحمد الحفيتي، حيث تطرق إلى أهمية الزراعة وفوائدها وأساسيات الزراعة والتسميد أيضا وطريقة تهيئة التربة إلى جانب أوقات الري وتحويل مخلفات المطبخ إلى سماد عضوي طبيعي يستخدم في الزراعة المنزلية. مشاهدينا المزيد في سياق التقرير التالي، فلنشاهده معا.
أعطينا ورشة زراعية عن الزراعة والاستدامة في حديقة المنزل أو الزراعة المنزلية بمناسبة عام الاستدامة اللي هو 2023 عام الاستدامة. تكلمنا عن الاستدامة وكذلك عن فوائد وأهمية الزراعة وبشكل خاص الزراعة المنزلية. موضوع الورشة الزراعية الاستدامة في الزراعة المنزلية علمناهم كيف تدوير مخلفات المطبخ وكيف نستخدم هذه المخلفات بدل ما نلقيها في القمامة إن نسويها نحولها إلى سماد عضوي طبيعي للأشجار. كان في اختراع بسيط لهالشيء يعني يقدروا يستخدموا كل المخلفات في المطبخ ونستخدمها في الزراعة. وكذلك دربناهم على الاكتفاء الذاتي في الزراعة المنزلية وكيف يستغلوا الموسم الزراعي اللي هو عندنا في الإمارات من تقريبا من شهر 10 إلى شهر 4 ويقدروا يزرعوا كل أنواع الخضار وكذلك الورود في المنزل، فيكون عندهم اكتفاء ذاتي ويأكلوا من شيء من زراعتهم شيء عضوي طبيعي بدون أشياء كيماوية وبدون مبيدات أو أسمدة كيماوية ويكون زراعة عضوية داخل البيت. أحب أعطيك طريقة. شوف أنا والله أنا مفروض حتى لو مت ما تنساني في حياتك لأني وايد أعطيك أشياء حلوة في حياتك. طبعاً أكيد. زين إنك قلتها والله. لا لا أكيد. أوكي. تحب أعطيك طريقة حلوة إنك تسوي فيها تسوق إلكتروني. الحين تعرف الحين عصر السرعة كلنا أونلاين شوبينج أونلاين شوبينج. ولكن هالشيء تقدر إنك أنت تحصل فيه على أشياء فريدة ومبتكرة ما كنت شفتها قبل. صدقين عاد انت بشاير مع سرعه الحياه هاي وعن السرعه اللي انت ذكرتيها امانه ما في عندنا وقت صراحه، يعني ودنا بطريقه حلوه وجميله وسلسه وسريعه نشتري فيها بدل ما ننزل ونروح ونطلع وشغلانه. من اختك اسمع من اختك ما عليك الا بمتحف المستقبل اللي فتح متجر يعتمد على الذكاء الاصطناعي. راح نتعرف على تفاصيله مع ضيفتنا عبر تطبيق زوم الاستاذه ميثم المهيري مدير المشاريع في متحف المستقبل. يا مرحبا بك استاذه ميثم، نورتنا. هلين حبيبتي، شو اخباركم؟ شو صحتكم؟ الله يسلمك، عساك طيبه وبخير. الله يسلمك استاذه. بدايه اختي الفاضله، يعني معرفينا على متجر المتحف او متحف المستقبل الالكتروني، ما هو هذا المتجر؟ اكيد اكيد طبعا متجر الالكتروني مثل متجر استكمال لمجموعتنا المتميزه من المعارض والفعاليات، وذلك يعني من خلال المنتجات يعني التذكارات الحصريه اللي هي لها يعني طبعا محدوده موجوده ويانا في المتجر، وفيها المنتجات الفريده واللي نحن مصممينها فقط انها هي تكون من ضمن التجربه اللي مر فيها الزائر لما يروح الى الفضاء اللي هي رحله المستقبل في متحف المستقبل. نعم. وطبعا يعتبر المتجر محطه اخيره اللي يقضي فيها الزائر يعني وقته قبل مغادره المتحف، ففي يعني اللي ما قدر يمر ويشوف المتحف في بالمتجر في المتحف يقدر طبعا يشتري اونلاين ويختار اي شيء على راحته وتوصل للتذكارات يعني الذكرى من الرحله الى البيت. نعم استاذه ميثا، من وين جتكم فكره المتجر هذا وشو الهدف اصلا من تاسيسها؟ طبعا يوفر المتجر يعني لمحه عن المستقبل والتسوق المستقبلي من مجموعه واسعه من المنتجات المبتكره والفريده. طبعا احنا المعروضات اللي عندنا اللي موجوده هي معروضات نحن سويناها عن طريق الديزاينر اللي موجود ويانا في المتحف. نعم. وما بتحصل هاي المنتجات خارج المتحف، لأن المنتجات هذه تكون عبارة عن الرحلة اللي أنت مريتها من الفضاء الخارجي إلى السلام الداخلي. طبعا يبدأ الزائر رحلته في 2071 ويروح إلى محطة الفضاء المدارية أمل وينتهي فيها آخر شيء في مركز في الواحة الطابق اللي يعني يتكلم على عن النفس وعن كيف نحن المفروض ان
نبتعد عن التكنولوجيا، ففي وايد أشياء والحواس اللي يمر فيها الزائر. فطبعاً الأشياء اللي يمر فيها الزائر نحن حبينا أن نوفرها في المتجر، أن تكون مثل ذكرى، أنه يوم يرجع يتذكر المتحف بالأشياء اللي هو شافها اللي مر فيها، فما تكون من الأشياء التقليدية أو التراثية أو الأشياء اللي ممكن الشخص يحصلها مثلاً في أي مول أو في أي متحف ثاني. نعم أستاذ ميت، كيف يوفر المتجر لمحة عن مستقبل التسوق؟ وهذا سؤال جميل جدا، وانا وايد احب يعني اجاوب على هالسؤال بطريقه شويه يعني غير. نحن طبعا عندنا شيء اسمه الجريثميك برفيومري، وطبعا البرفيوم هذا او العطر هذا يكون مميز للشخص نفسه ول طبعا البيرسوناليتي تريت اللي هو يعني شخصيه الشخص. فأنتي كزائرة تقدرين تحطين كل الأشياء أونلاين اللي بياخذ لك تقريباً 5 إلى 10 دقائق إنك أنتي تعبين المعلومات. طبعاً شو الأشياء اللي تحبينها، شو الألوان اللي تحبينها، طبعاً أسئلة معمقة جداً لنفسك أنتي، مستحيل شخص ثاني يجاوب عليها بنفس الطريقة، لأن نحن كل واحد منا فريد من نوعه. أكيد. ويطلع العطر هذا مطابق إلى شخصيتك أنتي أو شخصيتك أنت كزائر. روعة. فتحصل أنت هذا العطر باسمك أنت اللي تقدر أنت تسميه، تكون فيها ثلاث بطول فيها 3 أنواع من العطر اللي هي يعني مزودة عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي ياخذ من كل مثلا من كل احساس او يعني سؤال جاوبتي عليه بطريقة مميزة. فهذا شيء جدا جميل، يعني شيء جديد ما شفناه قبل، وعن طريق الذكاء الاصطناعي وهذا الروبوت اللي هو الالجوريثميك برفيومري، شيء نحن نقدر يعني الزائر انه يمر يشتري عندنا في المتحف او اونلاين ويوصله لين البيت. نعم. جميل رائع. نعم أستاذة ميثا، يعني احنا تكلمنا او تتكلمتي عن العطور اللي في هذا المتجر، ولكن خلينا نروح وياك للمنتجات الباقيه اللي يوفرها هذا المتجر. مثل ما انت تفضلتي قبل شوي وقلتي المنتجات اللي موجوده في المتجر ما راح تحصلها برا، فهذا حقيقه شوقتينا بان نعرف هالمنتجات اللي يوفرها المنتجر. هي طبعا يعني طبعا يحتوي المتجر على نسخه طبق الاصل لنموذج مصغر فريد من مثلا مجسم الرواد. نعم. اللي بتحصله أنت في المحطة الفضاء المداري أمل اللي هو الطابق الخامس اللي هو أول طابق أنت توصل له يوم أنت تكون في رحلتك إلى المستقبل. وطبعا تكون هاي التذكارات اللي هي تمثل واجهة على يعني الأشياء اللي أنت تمر فيها. فأنت يوم تشوف مثلا محطة الفضاء المداري أمل في مجسمات أو في أشياء اللي هي تكون فقط مصممة بهالطريقة أن أنت تقدر تحصلها يعني فقط على الرحلة اللي أنت مريت فيها. طبعاً عندنا بعد أنواع ثانية من العطور، عندنا أنواع ثانية من المنتجات اللي تقدر أنت تحصلها مثلاً عن طابق الواحة مثلاً، فيذكرك مثلاً للطابق هذا في المنتجات اللي هي تكون موجودة. نعم ميثا، أفهم من كلامك أن هناك العديد من القطع هي حصرية ومتاحة فقط لديكم أنتو في المتجر الإلكتروني؟ المتجر الإلكتروني والمتجر اللي موجود عندنا يا في المتحف فيهم نفس القطع، يا تقدرين تشترينها أونلاين يا تقدرين تزورين المتحف وتزورين المتجر لايف وتقدرين تطالعينها بنفسك وتختارين. بس طبعا نحن يعني نفضل أن الشخص خلاص يبدأ يشتري أونلاين يعني ونحبث إلى نفس شو أخت ميثا هالقطع، نفس شو هاي القطع الحصرية اللي عندكم إياها؟ أعطينا أمثلة عن بعض القطع الحصرية الموجودة عندكم. تمام. طبعاً عندنا شيء اسمه The Center وهي قطعة فنية مبتكرة مستوحاها من معرض الواحة في متحف المستقبل. طبعاً تكمن مقطوعاتها عن عيش تجربة الواحة بشكل حي وتجربة حقيقية. عندنا بعد مثل ما قلت اللي هي محطة الفضاء المدارية أمل. طبعاً محطة الفضاء المدارية أمل حجمها كبير يوم أنت تكونين موجودة، بس تقدرين تحصلينها على حجر مصغر بطريقة. عندنا بعد شيء ثاني اللي هي في محطة الفضاء المداري أمل اللي تراويج مدار الكواكب من الشمس، وطبعا هذه هدية إلى الرواد اللي صاروا إلى الفضاء
مثل ما نعرف الحين إن شاء الله بإذن الله تاريخ 2 مارس بيروح عندنا سلطان النيادي. نعم. فطبعا هاي الهدية تكون للناس اللي سارين إلى الفضاء، فطبعا هذا المجسم نفسه يكون موجود عندنا إياه مثل ما قلنا في الطابق الخامس، بس يقدر الزائر طبعا إنه يشتري تحت عندنا إياه في الواحة. عندنا بعد شيء ثاني اللي هو التلسكوب اللي ممكن تشوف فيه النجوم، أو تقدر أنت تشوف فيه أشياء عديدة في الفضاء اللي هي تكون موجودة عندنا إياه في المتجر، وهذا التلسكوب فقط نقدر إحنا نحصله عندنا إياه في المتجر. نعم أستاذة ميثا، ما مدى إقبال الناس والزوار على الموقع؟ أوه والله إذا بنتكلم على هالموضوع ما بنخلص، يعني الحمد لله من أول ما فتحنا المتحف لليوم سولد أوت، يعني بشكل يعني باستمرار ما شاء الله. يعني مثلا عندنا من اليوم لين باكر سولد أوت أسبوع أسبوعين، يعني يتم عندنا البيع بشكل سريع، عشان شي دوم نحن نحبذ الناس إنه بعد يحجزون تذاكرهم أونلاين بأسرع وقت. ومن عقبة تقريبا 80-90% من الزوار اللي يمرون في التجربة كامل يمرون عندنا نحن بعد في المتجر اللي هو موجود، بس المتجر الإلكتروني عليه إقبال كبير من دول أخرى حول العالم اللي أصلا حصل فيها يعني أوردرات بكمية هائلة. ويعني نحن في البداية يعني استغربنا ان نحن بعدنا ما كملنا سنة وما كملنا كم من شهر في البداية، وشفنا الناس ان هم يشترون هالأشياء أونلاين وبعدهم هم ما زاروا المتحف. فطبعا هذا يعني يبين يعني كيف الحمد لله ولله الحمد في كان عندنا نجاح قوي في هذا طبعا بفضل الله أولا وبفضل جهودكم بلا شك. الأستاذة ميثا المهيري مدير المشاريع في متحف المستقبل، كل الأمنيات بالتوفيق لكم وشكرا لك على هذه المداخلة. شكرا لك، موفقين. الله يحفظكم. مرحبا مشاهدينا، فاصل قصير إن شاء الله وراجعي لكم، انتظرونا. نظمت جمعية الإمارات للسرطان بالتعاون مع مدرسة الأقصى الخاصة بعجمان مسيرة لدعم مرضى السرطان من الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للسرطان اللي يصادف 4 فبراير من كل عام. نعم، وفي هذا اليوم يتحد الجميع لزيادة الوعي حول مرض السرطان والتشجيع للوقاية منه والكشف المبكر عنه وعلاجه أيضا. مشاهدينا المزيد في فقرة إماراتنا. نرحب بضيفنا عبر الهاتف مباشرة سعادة الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان. يسعد مساك سعادتك، يا مرحبا بك. أهلا وسهلا، مساء النور، يا مرحبا. يا مرحبا ملايين. في البداية سعادتك يعني لو تخبرنا عن جمعية الإمارات للسرطان. الله يسلمك. الله يحفظك. شكرا طبعا تلفزيون الفجيرة على الاهتمام بالمجتمع وكل شيء يهم المجتمع. واجبنا طال عمرك. واجبنا الله يسلمك. وجمعية الإمارات للسرطان هذه جمعية طبعا على مستوى دولة الإمارات، يعني مغطية كل إمارات الدولة، ولادها منها أنها يعني التثقيف في جانب أمراض السرطان المختلفة، وأيضا التوعية بأهمية الفحوصات والوقاية من هذا المرض. ثاني شيء طبعا الزيارات والدعم النفسي للمرضى والعائلاتهم، وثالث شيء اللي هو الدعم المادي اللي بعض خاصة من كل الفئات طبعا، وخاصة احنا الفئات المقيمين في دول الإمارات ينقد يعني تنقسم أشياء كثيرة، إذا مرض رب العائلة أو إذا مرضت ربة العائلة أو إذا مرض أحد الأطفال يحتاجون لدعم ومساعدة مادية، فالجمعية تقوم بهذا الدور. نعم سعادتك، خلنا شوي نتكلم بتفاصيل أكثر عن دور الجمعية في دعم مرضى السرطان. الله يشافيهم ويعافيهم إن شاء الله. الله يسلمك. أول شيء إحنا مرض السرطان إن شاء الله مرض يعني لا يخوف، لأن الحمد لله كثير إحنا شفنا ناس يعني الحمد لله انصابوا بهذا المرض وصحة وصاروا. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. سواء من الأطفال ولا من الرجال ولا من الحريم. نعم. وهذا أريد يعني نشوفه بعيوننا، وممكن الناس كلهم يشوفونه في واحد مرض وصح، يعني مش بذل يعني بعض الناس يقول كل واحد مرض السرطان خلاص يعني انتهت حياته. الحمد لله رب العالمين. ثاني شيء احنا دور الجمعيه دور يعني مهم، طبعا الجمعيه هذه فيها اعضاء، والاعضاء هذول من خيره الناس في المجتمع، منهم الاطباء، منهم الناس اللي لهم دور في المجتمع،
منهم المتطوعين وكلهم متعاونين ومتساعدين لصالح مرضى السرطان. الجمعية طبعا مرخصة من الوزارة ومن الدول المحلية. نعم سعادتك تفضل. تقول طبعا احنا نقول ممكن الواحد يقول شو الأشياء اللي يدعمون بها هذه الجمعية. ندعم مثلا اللي إذا انصابت العائلة تكون عندهم الدخل يتوقف عندهم، خاصة مثل ما قلت المقيمين إذا كان صاحب العمل يتوقف من العمل شهر شهرين تصبر عليه المؤسسة والشركة عاد تقول اسمح لي. العلاج الحمد لله متوفر، لكن في بعض أيضا الأدوية بعض الفحوصات بعض الأشياء تحتاج مبلغ ما عنده، مثلا يحتاج تأمين، التأمين ما عنده من بيدفع له. فالجمعية تقوم بهذا الدور. أيضا يكون طلابه في المدارس أولاده في المدارس ما يقدر يصرف عليهم، الجمعية تقوم بهذا الدور. أيضا بعض المرات تكون المريض هذا ما عنده سكن لأن توقف دخله إذا كان خاصة، فالجمعية تقوم توفر له السكن، توفر له المواصلات. مثلا بعض الحالات مثلا تجده يعني وحيد، يعني انصاب بالمرض وهو وحيد، يعني سواء من دول عربية أو غير عربية، مسلم ولا غير مسلم مش مهم، مهم أنه انصاب وما عنده حد يساعده ولا يقدر يرجع بلاده. فلذلك تكون الجمعية هي العائلة البديلة، زوره وتهتم فيه وتتابعه. المتطوعين والمتطوعات عندنا ما يقصرون، وهذه أشياء يعني مرت علينا حالات كثير، لكن أنا يعني جملتها في هذه الفئات. إن شاء الله في ميزان حسناتكم سعادتك. يعني لو تكلمنا عن رؤيتكم ورسالتكم في جمعية الإمارات للسرطان. إحنا طبعا رؤيتنا ورسالة المشتركين كلهم في هذه الجمعية هو أن يعني تخفيف المعاناة عن المريض، دعمه في المستشفيات، دعمه في البيت، أيضا تثقيف الناس للقيام بالتزامن مع الأيام العالمية لمرضى السرطان. مثلا في شهر أكتوبر كان للمرضى لمرضى السرطان الثدي، مثلا بروستاتا كان في شهر 11 أو 12، ففي العالم كله منظم هذا العمل لأن السرطان مختلف. فحنا نقوم بدور تثقيفي وشو اللي الواحد لازم الفحوصات اللي يسويها، ونعمل يعني فعاليات ونعمل أشياء مثل للتوعية. ف يعني هذا مهم يعني بالنسبة لنا نشوفه، والنظر التوعية. والنظر الثانية أن احنا ما نخلي إنسان يعني الدولة ما مقصرة في المستشفيات وفي الأطباء، الحمد لله تطور عندنا الطب الحمد لله. احنا نشكر شيوخنا وقيادتنا في كل الإمارات لهذا الشيء، يعني كل مستشفيات الدول الحمد لله أغلبها يعني تقوم بخدمات علاجية مرتفعة خاصة لمرض السرطان. ولكن احنا ندعمهم ونكون معاهم، ما نخلي أي حد مريض، هذا رؤيتنا، ما نخلي أي مريض محتاج لأي شيء، يعني خاصة المغترب عندنا. ومثل ما يقولون شيوخنا وصاحب السمو الشيخ بن زايد، أنا لازم نحسسهم أن هذا أن أهلهم يعني أكيد. فمن هذا الباب ما نريد، نتمنى يعني وطموحنا أن ما يكون أي حد مريض يحتاج لأي شيء يعني إن شاء الله يا رب العالمين. والبحوث طبعا هنا بعد عندنا جانب تخصي أن نتعاون بالبحوث وبالأشياء اللي مثلا طموحنا نوصل يعني بحوث على خاصة بدولة الإمارات، ونشوف شو الأشياء اللي الواحد ممكن يتجنبها عشان العادات السيئة مثل الأكل مثل الرياضة، عشان يكون والفحوصات اللي يسويها عشان أيضا يتجنب هذا المرض أو يتم اكتشافه مبكر. إلا الاكتشاف المبكر كل الأطباء قالوا اكتشاف المرض مبكرا يساعد بشكل كبير في العلاج بسرعة، يعني بدون يعني حتى عمليات. فهذا إن شاء الله طموحنا احنا وماشيين عليه إن شاء الله، والجمعية تتطور. نعم إن شاء الله. سعادتك شو الجهات والمراكز اللي تتعاون وياكم في دعم مرضى السرطان؟ والله إحنا لكل الناس اللي يعني تعرف أنت شعب الإمارات ومؤسسات الإمارات كلها ناس طيبين وحبوا الخير يعني، فيعني كل غالب المستشفيات اللي تعالج مرضى السرطان متعاونين معانا، ونقوم معاهم يعني بزيارات يعني وتعاون يعني كثير. مثل عندنا ميد كلينك برجيل، عندنا ايضا مستشفيات مستشفى راشد، مستشفى الجليله، وايضا مستشفيات الكل غالب المستشفيات في الامارات الشماليه ايضا نتعاون معاهم. ومستشفى توام يعني هو يعني ايضا مستشفى يعني كثير من الناس يتعالجون فيه والدوله يعني مهتمه فيه، وكثير من المرضى يعني نشوفهم يعني موجودين في هذا المستشفى، ويقوم بدور يعني بكل يعني مهنية وبكل إخلاص عشان يغطي المرضى. والحمد لله الحين يعني نشوف يعني السنوات الأخيرة يعني صارت مستشفيات كثيرة تعالج السرطان. أول كان محصور من مستشفى أو اثنين، لكن الحين الحمد لله طبعا قيادتنا وشيوخنا والناس المسؤولين في الصحة يعني بدوا يهتمون.
اكثر يعني في مرض السرطان، وتوفر في مستشفيات حكوميه ومستشفيات خاصه. فلذلك الكل اللي يتعاون معنا وحتى وسائل الاعلام مثلكم انتم يعني جزاكم الله خير، هذا اعتبره واجب. الله يسلمك، واجب نطالع بهذا الجانب وتحاولون تظهرون دور الجمعيه، واحنا يعني من واجبنا ايضا نوضح للناس وللمجتمع شو الجمعيه اللي قاعد تسويه عشان يكونون هم يعني مشاركين ومرتاحين ان في ناس يعني تشتغل وتهتم بالمرضى الموجودين في دولة الإمارات بإذن الله. سعادتك، نظمت جمعية الإمارات للسرطان فرع إمارة عمان مسيرة لدعم مرضى السرطان من الأطفال حقيقة بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، لو تكلمنا عن تفاصيل هذه المسيرة أكثر. هذه احنا دائما نتابع على مستوى العالمي شو الأيام المخصصة لهذا المرض، وهذا مثل ما انت ذكرتي اللي هو خاص بمرضى السرطان من الأطفال، وإحنا يعني زرنا قبل مرضى يعني أطفال وفي مستشفى توام، وزرنا أيضا مستشفى خليفة، وكان يعني زيارات هذه لها جانب نفسي على أهل المرضى وعلى عائلاتهم خاصة الأطفال يعني، والحمد لله نشوفهم ناس يتشافون ويصحون يعني ويصيرون أحسن. لكن وقوف المجتمع مع العائلة ومع الأهل يعني هذا له دور كبير. فلذلك هذا الفعالية صارت في مدرسة الأقصى الخاصة، وطبعا هم مشكورين يعني كانت هناك مسيرة وهناك اهتمام من قبل المدير وإدارة المدرسة بالتوعية، ولازم احنا نكون على مستوى العالم أيضا كل الأحداث اللي على مستوى العالم نكون دول في الإمارات مشاركة فيها وتقوم بتفعيلها عند المجتمع، وهذا دور من ضمن أدوارنا في الجمعية. فكان يعني طبعا حضر بعد سعاد حمد تري مدير منطقة عجمان الطبية وأيضا كثير من المسؤولين، وكان يعني أثرها طيب على الأطفال. طبعا الأطفال احنا نريد نموذج أن احنا يعني ننبه الناس بهذا المرض، وأن المرض هذا الناس تشفى منه يعني ما يخافون، ومثل أي مرض آخر. وكانت فعالية حلوة، وطلاب طبعا الأطفال راح يعرفون هذا عن الجهود اللي تقوم بها الدولة وتقوم بها الجمعية وبس، مش أكثر من كذا يعني. نعم طبعا أتمنى الشفاء لكل المريض، أتمنى الشفاء للأطفال ودولة الإمارات والله ما هي مقصر يعني، يوم الواحد يزور يشوف بعينه غير يعني يشوف الاهتمام فيها، ونحصل ما إن شاء الله من كل جنسيات العالم يعني. ذي أنا مرة حصلت واحدة من دولة أوروبية يعني، ويوم مرضت وهذا قالت ما بروح أنا بتعالج هني، لأن هني العلاج سريع ومهم وزين، وحصلت كان مرض سرطان ثدي، وكانت اليوم اللي زرناها به كانت هي اليوم اللي الحمد لله انها صحت من هذا المرض، الحمد لله اقل من سنه صحت وفرحانه مبسوطه يعني الحمد لله. سعادتك برايكم شو دور هالمسيره في تعزيز قوه الاراده والامل بالحياه لدى مرضى السرطان؟ والله هذه المسيره تعيد ان احنا مش ناسين مرضانا يعني الاطفال، مش ناسينهم، هذا اهم رساله، والناس مهتمت بهم، واللي ما سمع يسمع مثل ما الحين احنا نتكلم وانتم عرفتوا والناس عرفوا، لما كانت هذه المسيره ولا كانت هذه الفعاليه الناس يعني ما منتبهين، وايضا مشان يقدرون الاطفال اللي مصابوا بهذا المرض، وهم يحتاجون ايضا بعض منهم يحتاج الدم وهذا، فايضا احنا كجمعيه لنا دور كبير في حث المجتمع على التبرع بالدم لانه يفيد يعني الاطفال يفيد الكبار طبعا، بس بعد مرضى السرطان الأطفال اللي هم يعني يحتاجونه دائما، ولذلك يعني الناس أهل المرضى وكذا يحسون بالراحة، الناس مش ناسيهم يعني، وأن المجتمع مش ناسيهم، وأنهم هم يعني مهتمين فيهم، وأن طبعا الصحة هذه من الله عز وجل، لكن المجتمع والأطباء والمستشفيات يقوموا بكل الدور الكامل، فلذلك العائلة تحس أن في ناس يعني مهتمين فيهم ومساعدينهم ومش غافلين منهم، وإذا احتاجوا أي شيء إحنا جاهزين. فلذلك هذا هو يعني اعتقد الرساله اللي نوصلها لكل عائله مريض من الاطفال في هذا اليوم. نعم سعادتك الله يعطيكم الصحه والعافيه، وطبعا الشكر لكم على هذه الجهود اللي تعتبر هي او يعني تكون في قمه او قمم الانسانيه امانه. سعاده الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا جزيلا ويعطيكم الصحة والعافية. الله يسلمكم ويسعدكم، واللي يحب يكون مشارك في جمعية الإمارات للسرطان
يبحث وبيحصلهم موجودين، واحنا نرحب بكل اي حد يبغى يشترك كعضو كدعم، ايضا نرحب باي حد محتاج وانه يتقدم بيطلب للجمعيه، والجمعيه ما راح تقصر معه ان شاء الله يا رب. جزاك الله الف خير في ميزان حسناتكم، شكرا لك سعادتك. في وداعة الرحمن، في وداعة الرحمن، مع السلامه. مشاهدينا، اعلن اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقه البدنيه عن تنظيم تحدي اللياقه البدنيه في الفجيره في الفتره من 11 الى 12 مارس المقبل، بالتعاون مع شركه جين جاك واشراف لجنه اللياقه البدنيه في الاتحاد باسم بطولة UAE Storm Games 2023 لفجيرة. نعم، وتعتبر هذه البطولة من أول البطولات اللي تنظمها لجنة اللياقة البدنية للاتحاد في الموسم الرياضي الجديد، وذلك في المنشآت الرياضية لنادي الفجيرة للتنس. مشاهدينا، المزيد في سياق التقرير التالي، فلنتابع معا. اليوم أعلننا عن انطلاق بطولة الستورم جيمز برعاية من الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأيضا بتنظيم من اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. طبعا في بطولتنا هالسنة ركزنا على جميع فئات المجتمع إن يقدرون يشاركون في هالبطولة. ركزنا يعني من البداية على الفئة الفرقية، الفئة اللي سميناها المجتمعية، وفئة المحترفين. طبعا المشاركة مفتوحة للجنسين، اليوم الكل يقدر يشارك. راح يكون عندنا تقريبا 130 لاعب من مختلف أنحاء الدول إن شاء الله، وراح تكون أيضا في جوائز مالية مقدمة من الاتحاد كذلك. مجموع الجوائز المالية راح يكون تقريبا 200,000 درهم. بخصوص التمارين، بعد حابين نتكلم عن التمارين. التمارين تقريبا راح تكون بشكل في تحدي شوية على مختلف الفئات. طبعا الفئات راح تكون نفس ما قلت لكم، الفئة المجتمعية، وفي فئة المحترفين، وفئة الفرق، وكل فئة لها تحديها الخاص ولها جوائزها الخاصة. البطولة راح تكون إن شاء الله في استاد محمد بن راشد المكتوب في نادي التنس في إمارة الفجيرة إن شاء الله بتاريخ 11 و12 مارس الجاري. طبعا البطولة بتكون على يومين، وفي اليومين هاي كل يوم بيكون عندنا فترتين، فترة الصباحية والمسائية إن شاء الله. طبعا الفئات المشاركة في البطولة بيكون عندنا 5 فئات مشاركة، فئة الفرقية، وفئة المحترفين الشباب، محترفين البنات، وفئة الفئة المجتمعية نسميها للشباب وأيضا للبنات. مجموع الجوائز 200,000 درهم مقسمة كالتالي: الفئة المجتمعية طبعا راح يكون المركز الأول بيحصل على 3,000 درهم، المركز الثاني 2,000، والمركز الثالث 1,000 درهم، وطبعا من الرابع لحد العاشر راح يحصل على جائزة مالية قدرها 500 درهم. هاي بما يخص الفئة المجتمعية. جوائز الفئات هذه بما يخص فئة الفرق، الفريق الأول راح يحصل على 15,000 درهم، الفريق الثاني على 12,000 درهم، والفريق الثالث على 10,000 درهم. أو فئة المحترفين أيضا الفردي راح يحصل الأول على 30,000 درهم، والفائز الثاني راح يحصل على 20,000 درهم، والفائز الثالث بيحصل على 10,000 درهم. طبعا للشباب وأيضا للبنات كذلك نفس الجوائز. وفيما يخص الفئة المجتمعية أيضا لهم جوائز، بس عندنا الجوائز في هذه الفئة من الأول لين العاشر. الأول راح يحصل على 3,000 درهم، الثاني على 2,000 درهم، والثالث على 1,000 درهم، ومن المركز الرابع لحد المركز العاشر راح يحصل على 500 درهم. وطبعا كذلك الجوائز للشباب وللبنات. قمنا في شركة جين جاك بشراكة استراتيجية مع الاتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة البدنية بتنظيم بطولة لياقة بدنية في إمارة الفجيرة، وتعتبر هذه البطولة الأولى في إمارة الفجيرة. يعتبر اللاعب المشاركين في هذه البطولة على مستوى عال من اللياقة البدنية،
بحيث يشارك فيها لاعبين مختلف البلدان مثل أوروبا ودول الخليج والوطن العربي. نعم مشاهدينا، تزامنا مع شهر الإمارات تبتكر 2023 نظمت العديد من الجهات الحكومية مجموعة من الفعاليات والأنشطة والتي من شأنها تعزيز ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع وتشجيع المبتكرين في كافة المجالات. ومؤخرا انطلقت أو تم تنظيم من قبل الدائرة المالية فعالية دانة الفجيرة للابتكار على شاطئ المظلات في الفجيرة. نتعرف على تفاصيلها أكثر في هنا الفجيرة. نرحب بضيوفنا في الاستوديو الدكتور أيمن حمدان، محلل نظم أعمال في دائرة المالية بحكومة الفجيرة. حياك الله. حياك الله يا مرحبا. وأيضا معنا المهندسة مريم الهنداسي، مسؤول نظم المعلومات في دائرة المالية بحكومة الفجيرة. حياك الله أستاذ مريم. حياك الله يا مرحبا. أهلا وسهلا. بداية ما أعرف وين نبتدي، ولكن نبغيكم تخبرونا. لا البداية عندك بتكون إن شاء الله. تخبرنا عن فعالية دانة الفجيرة تبتكر. الفكرة في الفعالية المجتمعية إن إحنا كنا حابين نعزز ونوعي المجتمع بثقافة الابتكار. عايزين نوصل للناس فكرة الابتكار، عايزين نحبب الفئات المختلفة اللي موجودة عندنا في الأمور بتاعة الابتكار، وخاصة الفئات الطلاب، الفئات الشبابية. عايزين نوصل لهم الجزئية دي أكتر، عايزين نهتم بيهم، عايزين نحفزهم أكتر في إنهم يشاركوا ويجتهدوا في الأماكن اللي فيها. طبعاً الابتكار مش معناها إن أنا لازم من أول مرة أنجح، مش لازم من أول مرة أطلع بالفكرة بتاعتي رقم واحد، ولكن ممكن أحاول مرة واثنين وثلاثة لغاية ما أوصل للنتيجة السليمة اللي أنا أأملها أو أتمناها في الإجراء بتاعي. فده كان الهدف من الفعالية بتاعتنا، وده السبب إن احنا حتى عملناها غير المألوف في الأماكن المغلقة في القاعات، لا حبينا نعملها حتى على الشاطئ بره عشان ندي أريحية للناس في التفكير، في أسلوب التعامل، يحسوا بالبساطة في الأمور. تمام، منها برضو حاجة غير مألوفة عشان نحفز الناس فيه. فعلا لم يسبق ان سمعنا ان في فعاليه صحيح تخص الابتكار مسوايه في الهواء الطلق وبالتحديد في المظلات في اماره الفجيرة. استاذه مريم، يعني اكيد في اهداف انتم كنتوا تبون تحققونها من دانة الفجيرة تبتكر، فشو الاهداف اللي وضعتوها وسعيتوا لتحقيقها من هذه الفعاليه؟ بالضبط، اول واكبر اهدافنا في دانة الفجيرة للابتكار تشجيع أفراد المجتمع على الابتكار. مثل ما قلنا، نحن سوينا الفعالية بالمظلات، مكان استراتيجي جداً وموقع جميل يتوافد عليه كافة الأعمار، مكان خصب من السياح، من أفراد المجتمع، المكان هادئ وجميل يحفز الابتكار ويعطي فرصة للأشخاص أنهم يخرجون عن المألوف، وبالتالي يفيدون المجتمع، يفيدون المؤسسات بمختلف قطاعاتها بأفكار جديدة. نعم. فهذا هو أكبر أهدافنا، أن نشجع أفراد المجتمع على الخروج عن المألوف. أحس أن اختيار المكان قادر حقيقة أن يكون من يعني عارف انت اخترتوا انكم تكونون قريبين من الناس، بالتالي الوعي فيس تو فيس وان باي وان. طبعا وغير اختيار المكان ايضا اختي بشاير، اختيار ايضا عنوان هذه الفعاليه دانة الفجيرة تبتكر، من وين جتكم هالفكره؟ الفكره طبعا جاءت، كان هناك مقترح لاسامي عديده للفعاليه هذه السنه، ولكن احنا حبينا انه يكون دانة الفجيرة للابتكار. مثل ما تعرفون الدانة شيء ثمين طبعاً، والغواص يتعب عشان يحصل على دانة ثمينة، يخوض البحار وقاع المحيطات عشان يحصل على شيء فريد يجتهد في هالشيء. كذلك المبتكر عشان يخرج عن المألوف لازم يتعب، وعشان يطلع بفكرة جديدة أيضا لازم يبذل مجهود مختلف عن الشخص العادي. فالمبتكر دائما يحب يكون متميز في أفكاره، يخرج عن المألوف، يطلع بأفكار جديدة. بالتالي حبينا نسمي فعاليتنا دانة الفجيرة للابتكار. أحسنت الاختيار حقيقة دكتور. يعني شو الجهات اللي تعاونت معاكم في نجاح هذه الحملة؟ حاولنا إن إحنا ننوع في التعريف بالفكرة بتاعتنا، إن إحنا تواصلنا مع نسق للكليات، جامعة الفجيرة، الكليات التقنية البنين والبنات،
النسق الثاني كان على مستوى المدارس على أساس نحفز الطلبة الأقل في سنا إنهم برضو يشاركوا معنا. المدرسة الأكاديمية الإسلامية كانت معنا، مدرسة الريادة كانت موجودة معنا، تابع لنا المركز المحمدي للقرآن والسنة شارك معنا، بحيث إن إحنا ننوع في الأفكار اللي موجودة وثقافات الطلبة اللي موجودين، ما نبقاش محصورين في فكر واحد، العكس عايزين الناس كلها تشارك، ويبقى حافز للطالب بعد كده لما تيجي فرصة تانية عايز يشارك، عايز يظهر موهبته، عايز يطلع اللي هو. شو الفعاليات اللي كانت موجودة في هذه الفعالية؟ أجندة مختلفة اللي هي لفتت انتباه الناس يعني. طبعاً لأن الأجندة كانت مختلفة واستقطبت كل الأعمار مثل ما قلت لك وكل شرائح المجتمع يعني. فالفعاليات عندك الأجندة كانت مليانة بورش، كان في عندنا مسابقات تفاعلية مع الجمهور، كان في كلمة لسعادة الدكتور سليمان محمد الكعبي مدير التميز المؤسسي بحكومة الفجيرة، أيضا كان في هناك عندنا كرمنا الأخت الفائزة بجائزة هاكاثون الإمارات 2021، وهذه أيضا مسابقة معنية بالابتكار كرمناها وكلمت الجمهور عن رحلتها في الابتكار، فكان شيء وايد مميز وحبوا الجمهور هذه الفقرة وتفاعلوا أيضا معها. نعم دكتور أيمن، ماذا عن الإقبال والتفاعل والمشاركة أيضا من قبل الجمهور لهذه الفعالية؟ هو نظرا لتنظيمه في مكان مفتوح ومكان عام للناس كلها، فكانت الدعوة عامة لأي حد موجود على الشاطئ المظلات، فكان أي حد يقدر يشارك معنا، فالحمد لله المشاركة ما كانت محصورة في فئات معينة اللي احنا اخترناها أو اللي احنا طلبنا ان احنا نعرفها. طيب هذه نقطة إيجابية للفعالية، انها كل الناس اللي كانت موجودة على الشاطئ في الوقت ده كانت متاح ليها انها تشارك معنا ومتاح ليها ان احنا نستضيفها، فكانت الحمد لله المشاركة مفتوحة، ما كانت محصورة على فئات معينة، وده اللي احنا كنا نهدف ليه، ان احنا نوصل الفكرة لأكثر مجموعة من الناس اللي موجودة عندنا. وهذا ما وصلتهم إليه بلا شك. لا، ما ده الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. ده اللي احنا قدرنا فعلا نوصله فعلا، وده يعني الأوتكم اللي احنا كنا بندور عليه. بالضبط. إن أنا أوصل الفكرة لكل الناس، وكل الناس تستوعب الفكرة. أحيانا الأماكن الملاقة بتبقى فوكس على أشخاص معينين. صحيح. على طبقات معينة. فعلا. لكن دي ما كانش هدفنا. لكن هدفنا إن إحنا نعمم على الناس كلها. فعلاً، أصلاً أول ثقافات الابتكار تنطلق من الطبيعة والبيئة، يعني أنت لما ودك تبتكر دائماً يقولون الأجانب peace of mind في مكان هادي، مكان جميل، وما في أجمل من المظلات في إمارات الفجيرة، هي حقيقة تحفة فنية موجودة في إمارات الفجيرة، فقادرة على خلق ابتكارات جديدة. الدكتور ذكر أن كان في طلاب مشاركين في هذه الفعالية، أنا ودي أوقف عندهم شوي، كلميني عن مشاركة الطلاب أكثر، من وين جبتوا الطلاب؟ شو المدارس اللي تعاونت معاكم؟ بالضبط، كان في عندنا طلاب، كان في عندنا مسارين للفعالية، المسار الأول كان مسار الجامعات. نعم. وفي عندنا ثلاث فرق من التقنية العليا للبنين والبنات وجامعة الفجيرة، وهذا كان المسار الأول. بالنسبة للمسار الثاني كان مدرسة الديار، وكان مركز المحمدي للكتاب والسنة، وأيضا أكاديمية الفجيرة للثقافة والثقافة الإسلامية. نعم. فهذه كان بالنسبة للفرق المشاركة، طبعا طرحوا العديد من الأفكار وخرجوا أيضا عن المألوف وطرحوا لنا كل ما هو مميز، وفازوا عنا على ثلاث مراكز في المسارين، فعشان كذا نحن لما انتهينا من الفعالية الكل قاعد يسألنا إن شاء الله بنشوفكم السنة الجاية في دانة الفجيرة 2024، قلنا لهم إن شاء الله بإذن الله، نتمنى بإذن الله. الله يوفقكم. طبعا أنتوا ذكرتوا بعد، أنت تحديدا مهندسة مريم، ذكرتوا أنكم كرمتوا بعض الشخصيات أو في إحدى الشخصيات أنتوا كرمتوها، وفي كانت شخصيات غيرها أكيد بلا شك يعني، فنبغي نسلط الضوء أكثر على تكريمكم لهؤلاء أو لهالشخصيات هاي. بالضبط، بالنسبة للتكريم كان في عندنا تكريم داخلي وكان تكريم في أثناء الفعالية. نعم. في أثناء الفعالية تم تكريم الجهات المشاركة اللي تعاونت معنا بهدف شكرهم على تعاونهم. ذلك بلا شك. أكيد طبعاً. وأيضا تم تكريم الأشخاص اللي لهم علاقة بالابتكار وقدموا للمجتمع، وهذا شيء وايد مهم أن نحن نكرم الأشخاص. أي شخص يطلع بفكرة جديدة أول ما يحلم فيه أن الناس تقدر ابتكاره، فبالتالي نحن كرمنا الأشخاص اللي يستحقوا الابتكار هذا واللي نحن شاركناهم معنا في المسارين. هذا بالنسبة للتكريم الخارجي. بالنسبة للتكريم الداخلي في المؤسسة قمنا بتكريم كل الموظفين المميزين واللي يخرجوا عن المألوف دائما وأفادوا عمل سير المؤسسة، فهذا بالنسبة للتكريم. جميل دكتور، يعني
صراحة اخترت الوقت الصحيح، لأنه نحن عارفين إن إحنا في شهر أصلاً الابتكار. فلو تطلعنا على أهمية حقيقة إقامة مثل هذه الفعاليات بالتزامن مع شهر الابتكار. هي الفكرة تاني إن إحنا نعمل ترابط بين المجتمع وبين الأحداث اللي بتتم. إحنا عايزين الهدف منها إيه؟ الهدف مش بس إن أنا أجيب بس ناس معينة أو المتخصصين بس أو أصحاب العلاقة فقط، لا، إحنا هدفنا إن إحنا نعرف المجتمع باللي بيحصل. أنا عايز المجتمع يشارك معايا، الأسرة لما الأم أو الأب اللي يحضر ويشوف أكيد بيحفز أبنائه، أكيد بيشجعهم، أكيد لما بيرجع معاهم بيطلب منهم إنه لا خلوكم اوكي، في فكر جديد، في حاجه اسمها ابتكار. معلش في ناس ممكن ما وصلهاش موضوع الفكره بتاعت الابتكار دي، تمام؟ ابنه لما يتكلم معاه ممكن يقول له لا بلاش، لا مش عارف ايه، لما يعرف ان في الكلام ده بالعكس يشجعه، يحفز اولاده اكتر، يقف جنبه يدعمهم. فده الهدف، ان احنا عايزين نخلي المجتمع يبقى داعم. فانتوا ضربتوا عصفورين بحجر واحد، استغليتوا شهر الابتكار واطلقتوا فعاليه مرتبطه بهذا الشهر لخدمه شرائح المجتمع الكبير. اي طبعا صحيح. وهذا ايضا يعني كلامك جميل دكتور، ولكن يجرني لسؤال او يخليني اسال سؤال بشكل عام. هني نسال انفسنا ما اهميه الابتكار لنا جميعا؟ لو يعني شفنا طلعنا حوالينا، الابتكار مش لازم يكون أنا متخصص في العلم أو التقنية أو التكنولوجيا، تمام؟ رواد الأعمال ابتكروا أفكار جديدة، طلعوا بأفكار جديدة، تمام؟ وبالتالي شركاتهم كبروا. لو يعني شفنا المواضيع اللي هم اتكلموا فيها ما كان فيها علم متخصص بطريقة عالية جدا، بالعكس كل مشاريع رواد الأعمال اللي طلعت اختار فكرة، اختار حاجة غير مألوفة بدأ فيها. النقل الجماعي اللي هو التشاركي ده ما فيهاش يعني دكتور حاجة. أقدر أفهم من كلامك حتى ابتكار. أقدر أفهم من كلامك حتى في العلاقات الاجتماعية بإمكاننا نبتكر في كل شيء. الابتكار خروج عن المألوف في أي شيء، سواء منتج، سواء سلعة، سواء عملية في المنظمة أو المؤسسة اللي أنت تشتغل فيها، سواء في الأدب في الفنون. طالما أنا بنظر لشيء هيسهل في الإجراء، هيديني حاجة جديدة، حاجة الناس مش متعودة عليها، بس هو ده فعلا. والله في ناس الحين في هذا الزمن ودك تبتكر طريقة للتعامل معه. هو ده المفروض. هذا ابتكار بحد ذاته، يعني تطلع بدراسة سياسة معينة، طريقة مبتكرة للتعامل، اخدمني واخدمك، هاي هي الحياة. والله يا ريت هالطريقة وين أبغى أحد يخبرني عشان أقدر أتعامل وياك. يعني لو شفنا الشركات، في شركات كبيرة جدا عايشة على براءة الاختراع. صحيح. تمام. مش بتبيع منتج، بتبيع فكرة. إيه أكيد تكشف. تشتري منها براءة اختراعها. طبعاً بدون ذكر أسماء، بس شركات كبيرة وبتصرف كتير جداً على الإبداع وعلى الابتكار، وعندها أفرع وأقسام كاملة قايمة على الموضوع ده عشان تحفز ده. فده استثمار مستدام. تمام. قايمة على العلم وعلى المعرفة وعلى التكنولوجيا. بالتالي هذه من أهم العناصر الإيجابية للعملية الابتكارية على المجتمع. هو يعني ولله الحمد والمنة هنا في دولة الإمارات يعني تعتبر رائدة وسباقة في الموضوع ده على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية. وداعمة أيضا. تمام. داعمة، محفزة لكل الأفكار. نعم. جاذبة لكل الأفكار على جميع المستويات، بحيث أن يبقى عندها اقتصاد مستدام بعيد عن النفط. مش هنعتمد دايما عليه، لا، الاقتصاد المبني على المعرفة والعلم والتكنولوجيا ده أدوم وهيدوم، لأنك بتستثمر في البشر، وهم دول اللي هم هيقدروا يعملوا كل شيء أنت محتاجه. فعلا فعلا. طيب أستاذة مريم، يعني كيف تقومون أنتم في الدائرة المالية بتشجيع المبتكرين في كافة المجالات؟ عملية الدعم، فهم يعني أفهم تماما أن في عملية تكريمية تقديرية حقيقة قادرة، وإحنا عارفينها قادرة على تحفيز المبتكر بابتكارات جديدة تخدم المجتمع، ولكن أنتم من قبلكم كيف يكون الدعم؟ هل تكملون المسيرة معه؟ بالنسبة للدائرة المالية هناك فريق للابتكار، كل سنة نحن نجتمع ونعمل فعاليات مختلفة ننزل فيها للمجتمع بأفكار جديدة. هذا بالنسبة للفعاليات الخارجية. أيضا بالنسبة للفعاليات أو الدورنا الداخلي، من خلال إقامة الورش، من خلال إقامة جلسات العصف الذهني، من خلال أيضا إقامة العديد من الاجتماعات للخروج عن المألوف مع موظفينا، وذلك للارتقاء بالأداء المؤسسي بالنسبة للدائرة المالية. أنا قادر على التطوير من عملية الإنجاز من قبل الموظف. يعني. صحيح. أيوة طبعاً بالضبط.
دكتور أيمن، شو العوامل اللي تساعد خلنا نقول وعلى الوصول لمؤشرات الابتكار تحديدا؟ أول حاجة البنية التحتية، تمام؟ البنية التحتية متقدمة جدا الحمد لله هنا، اللهم فتساعد بركة. كتير فالحمد لله يعني، فتحفزك كتير. قوانين اللي موجودة دعم للموضوع ده وتحفظ الحقوق، قوانين الملكية الفكرية تمام تدعم برضو الجزء الخاص بالابتكار، انت ضامن ان حقوقك محفوظة، تشتغل ما عندكش اي مشكلة، كل دي اسس تشجعني ان انا اشتغل في البيئة دي. صحيح. تمام، عامل بشري مثقف متعلم موجود متاح لي اساليب التعليم كويس اللي تخليه يقدر يفكر، اللي ينتج انتاج صحيح، فبالتالي انت ما هتلاقي بيئة افضل من البيئة دي عشان تقدر تشتغل وتطلع عليها، تقدر تطلع منها بحلول جميلة جدا وافكار رائدة. عشان كده هتلاقي شركات كبيرة جدا كبرت وطلعت من الإمارات هنا. نعم فعلا، كانت فكرة صغيرة فعلا، هي تبدأ صغيرة دكتور ولكن إيه؟ تخدم مجتمع ودول اخرى يعني، ايه يعني على مستوى الدولة وبعد كده كبرت وتشعبت بره، والأمثلة بتاعتها كثير. بالضبط، ما ينفعش نسمع بس كثير. احنا بلد لا نرضى الا بالمركز الاول دكتور، يعني مركز سنبقى دائما نفس قيادتنا الرشيده، لا نرضى الا بالمركز الاول دائما. ربي لك الحمد. الدكتور ايمن حمدان محلل نظم اعمال في دائره الماليه بحكومه الفجيره، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لهذه المعلومات. احب اشكر الشيخ مكتوم بن حمد الله يطول عمره على استضافته لينا في شاطئ الله يحفظه ويطول عمره مظلات، ودعمه لينا وتقديم كل الدعم لينا عشان الفعاليه دي تنجح والفريق اللي موجود معنا. ما هو غريب على قيادتنا الرشيدة. شكرا لك دكتور، وأيضا المهندسة مريم الهنداسي مسؤول نظم المعلومات في دائرة المالية بحكومة الفجيرة، شكرا جزيلا لك ومنها للأعلى إن شاء الله. بإذن الله. شكرا لكم أنتم على استضافتكم الطيبة هذه. من هذا المنبر فقط أحب أشكر الفريق اللي كان قائم على هذه الفعالية وفريق الابتكار بالدائرة المالية، شكرا لهم على مجهودهم المستمر. وإحنا طبعا بدورنا نشكركم ونتمنى منكم المزيد من التألق في المؤسسة المالية والدائرة المالية. شكرا، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، جمارك دبي تفتتح فعالياتها في شهر الإمارات للابتكار بعرض لأحدث الابتكارات الجمركية وأفضل أنظمة الاستدامة المبتكرة. كل هذا وأكثر ولكن بعد الفاصل. نعم مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. نظمت جمارك دبي بإشراف إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي العديد من الفعاليات خلال شهر الإمارات تبتكر 2023 تحت شعار نبتكر معا لمستقبل مستدام خلال الفترة من 22 وحتى 28 فبراير الحالي. وقد تم خلال حفل الافتتاح تكريم الفائزين بالنسخة الخامسة لجائزة المبتكر التي أطلقتها الدائرة لتحفيز الموظفين على تطوير الابتكارات الجديدة. للمزيد من التفاصيل ويانا عبر الهاتف الأستاذة نايلة درويش، أخصائي تميز في جمارك دبي. مرحبا بك أستاذة نايلة، نورتنا. مرحبتين إخواني، حياك الله. بداية أستاذي الفاضل، لو تعطينا نبذة عن فعاليات جمارك دبي في شهر الإمارات تبتكر 2023. أول شيء مشكورين على الاستضافة في هذا البرنامج المميز. العفو، الله يحييك. طبعا هاي السنة فعاليات شهر الإمارات الابتكار متزامنة مع ثقافة ابتكار في العمل الحكومي والمجتمع، لهذا السبب قرر جمارك دبي أن تخلي موضوع الاستدامة ضمن اهتماماتها. وعلى طول أسبوع الدائرة سوت مجموعة من البرامج والفعاليات واختارت شعار لهاي السنة نبتكر معا لمستقبل المستدام، فافتتحت عدة معارض في الذكاء الاصطناعي وسوق الاستدامة وتكريم المبتكرين وعدة ورش تدريبية في التدقيق الذاتي وفي المالية وتصميم نماذج أعمال بطريقة مبتكرة وغيرها، راح نتطرق لها بالتفصيل بعد شوية إن شاء الله. نعم أستاذة نايلة، تخلى الحفل الافتتاح تكريم الفائزين بالنسخة الخامسة لجائزة المبتكر، لو تخبرينا عن تفاصيل هذه الجائزة. نعم، كرم سعادة أحمد محبوب مصبح في حفل الافتتاح الفائزين بالنسخة الخامسة لجائزة المبتكر 5 موظفين مبتكرين، وتم تكريم الموظفين والإدارات الأكثر مشاركة في منظومة الابتكار ومنصة المبتكر الذكية، حيث أن شمل التكريم والإدارات الجمركية الأكثر مشاركة في المنصة، وتم تكريم الموظفين الحاصلين على لقب مبتكر الشهر خلال عام 2022، بالإضافة لتكريم الموظفين الحاصلين على
أعلى النقاط والأوسمة الإلكترونية في منصة المبتكر الذكية. نعم، كيف تساهم هذه الابتكارات أستاذة نايلة في دعم رسالة دائرة الجمارك في إمارة دبي في حماية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة؟ نعم بلا شك أن ابتكارات الموظفين تدعم رسالة الدائرة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، بحيث تلبي المتطلبات المجتمع وتساهم في الحفاظ على أمنها وسلامتها واستقرارها، كما هو تعزيز مفهوم الاستدامة وإرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المحافظة على سلامة البيئة، والتي هي من أولوياتنا كدائرة تسعى على تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالاستدامة وابتكار أساليب عمل وابتكارات صديقة للبيئة. نعم أستاذة نايلة، شو أبرز الابتكارات الذكية واللي كانت موجودة في معرض الابتكارات الجمركية؟ شاركوا موظفي جمارك دبي بتقديم 367 فرصة ابتكارية في جائزة المبتكر، وهي مسابقة ابتكارية دعم المبادرة تطلقها سعادة أحمد محبوب صبح بتخصيص 10 ساعات شهريا لكل إدارة لابتكار خدمات ونماذج عمل جديدة، وتمت مراجعة وتقييم جميع الفرص الابتكارية المقدمة من قبل لجنة الابتكار، وتم التصويت من قبل الموظفين بحيث صوتوا 684 موظف للفرص الابتكارية المرشحة للفوز بالمسابقة. نعم، إذا رح نتكلم أستاذة نايلة عن الفعاليات المصاحبة للمعرض طول فترته من 22 حتى 28 فبراير، لو تطلعين عليها أكثر. تمام، مدير عام جمارك دبي أحمد محمود صبح افتتح في اليوم الأول فعالية الدائرة واللي ضمت معرض الابتكارات الجمركية ومعرض الاستدامة تحت شعار نبتكر مع البيئة مستدامة، اللي تم عرض أشياء مبتكرة وصديقة للبيئة حق الموظفين وزوار المعرض والمجتمع، وهذا الشيء يعتبر دعوة لجميع اقتناء أشياء صديقة للبيئة. وفي نفس اليوم كان في منتدى تمكين الذكاء الاصطناعي تحت شعار Empower AI منتدى أونلاين، وفي اليوم الثاني سوينا منتدى استشراف المستقبل في فندق انتركونتيننتال، وهي عبارة عن جلسات نقاشية مع عملانا من قطاعات الأعمال عشان نطلع بحلول مبتكرة يعني تخدم عدة قطاعات. وخلال هالأسبوع إن شاء الله يعني راح نعقد ورش عمل عن التدقيق الذاتي، ورشة شاور وورشة عمل ابتكار نموذج أعمال تحت شعار نبتكر ننجح، مسابقة حق المسافرين في مباني مطارات دبي عشان يقدمون أفكار مبتكرة. وبخصوص المعرض أو أبرز الابتكارات في المعرض، كانت تم عرض طاولة الذكية للتفتيش المسافرين والدلافين الجمركية وتدريب الجمركي الافتراضي وطائرة الردع الذكية ودبابة سياج وسيارات الكهربائية الذكية ودرع التفتيش الآمن، وهذه الابتكارات كانت لآخر 3 سنوات يتم استخدامها في مباني المطارات والمراكز الجمركية البحرية والجوية، وتساهم جميعها في تسهيل عمليات التفتيش والتخليص الجمركي ورفع من كفاءة العمل ورفع من نسبة الضبطيات لحماية المجتمع ومساهمة في استقرارها من المهربين والمخالفين. نعم يعطيكم العافية وكل الأمنيات بالتوفيق لكم في جمارك إمارة دبي. الأستاذة نايلة درويش أخصائي تميز في جمارك دبي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لك، موفقين يا رب. حياك الله. في وداعة الرحمن. نعم مشاهدينا، نظمت كليات التقنية العليا بالفجيرة أمس معرضا لابتكارات الطلاب في التخصصات المختلفة، واطلعت لجنة التحكيم على ابتكارات الطلاب، وتم الإعلان عن المراكز الأولى 3 في المسابقة التي تنافس بها الطلاب على أفضل الابتكارات. المزيد رصدنا لكم في التقرير التالي، فلنتابع. المعرض اليوم عبارة عن نحتفل بمبتكريننا من الطلاب من مختلف التخصصات، من تخصص إدارة الأعمال، الهندسة، برمجة المعلومات، الإعلام التطبيقي، التربية، من كل البرامج اللي موجودة عندنا هنا المطروحة في كليات التقنية في الفجيرة. وطبعا هم مشوا على نظام معين، بدوا بمشكلة اختارها كل فريق، وبعد هذه المشكلة حاولوا أنهم يجدون حلول،
ومعظم المشاكل اللي هم اختاروها كانت عبارة أو تتعلق بالاستدامة، بما أن دولة الإمارات العربية المتحدة هذه السنة أعلنت عن اللي هو عام الاستدامة، فنحن ماشيين على هذا النهج، وقدموا مشاريع يعني متفاوتة ما بين التطبيقات التكنولوجية كيف أنها تخدم الاستدامة، وبعض المشاكل اللي واجهونا في بشكل يومي. والحمد لله يعني اليوم عندنا 11 مشروع مختلف متفاوت ما بين مبتكر جدا ومبتكر متوسط، ولكن احنا نقول دائما هم مبتكرين لانهم حاولوا يجدون حلول مش موجوده او قاعدين يزيدون من يضيفون عليها اضافه جديده. فاليوم للامانه سعيدين بهذه المشاريع، وان شاء الله باكر بعد بنحتفل ب 30 مشروع في كلية الطالبات، وطبعاً أنا متأكدة أنها بتكون مشاريع قوية وبتخدم البلاد بإذن الله. طبعاً اليوم مش بس عرض مشاريع، هذه مسابقة إن شاء الله الفائزين الثلاثة المركز الأول والثاني والثالث بيتأهلون للمشاركة في مسابقة الابتكار اللي تكون على مستوى كليات التقنية اللي هم الكامبسز من أبوظبي إلى الفجيرة، فتقريباً 16 كامبس. فإن شاء الله بيكون في مجموعات قوية وإن شاء الله نفوز بالمراكز الأولى في الفجيرة. لجنة التحكيم خارجية طبعاً هالمرة، إحنا قلنا دائماً بالتعاون مع المجتمع مختلف القطاعات عشان يعطون ويبدون رأيهم في مشاريع الطلبة. فاليوم شاركنا في لجنة التحكيم السيد موسى البلوشي، السيد فيصل الجاسم، والرائد المهندس عبد الله السويدي، وأثروا ما شاء الله اللي هو التقييمات للطلبة، وبانتظار طبعا النتائج حاليا. نعم مشاهدينا، يعتبر عالم الميتافيرس سلسلة من العوالم الافتراضية التي تضم تفاعلات ليس لديها حدود بين المستخدمين، وهي أيضا الحلقة الرئيسية اللي تربط العالم المادي والرقمي إلى حد ما مع بعض. وهذا الشيء دفع أكبر الشركات في العالم في أنهم يعودون تخطيط استراتيجياتهم وخططهم في تصميمها لمنتجاتهم اعتمادا على عالم الميتافيرس. المزيد في مجلس الدار. نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور أشرف أمين فرج، مستشار قانوني ومحكم في محاكم دبي وأستاذ القانون التجاري المساعد في جامعة الفلاح. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بحضرتك. حياك الله دكتور، منورنا. حياك الله دكتور. بداية عالم الميتافيرس ما حد يعني فيه ناس نعم. فئة تعرف عنه نعم. وفي فئة أكيد بلا شك يعني ما تعرف عنه، عالم نعم. عند البعض قد يكون غامض خلنا نقول نعم. فلو نتعرف على هذا العالم من خلالك دكتور. والحقيقة هذا العالم عالم حديث جدا جدا، يعني بداياته كانت في 2021 لما بدأ الحقيقة الملك وصاحب الفيسبوك أنه يطور من هذا الأمر، فعمل عالم الميتا. الحقيقة انتشر ولقى قبول كبير جدا لدى الشركات خاصة أصحاب العلامات التجارية نعم. وبالفعل بدأ يسوق لهذا العالم، كثير من الأشخاص بدأوا يتعاملوا به خلال هذه الفترة الزمنية الصغيرة. الحقيقة وجدنا أنه أيضا الدول بدأت تعترف بهذا العالم، فعلى سبيل المثال وجدنا أن دولة باربوس دي جزيرة في المحيط الأطلسي، هذه الدولة أنشأت لها سفارة في عالم الميتافيرس. أيضا حكومة دبي، دولة الإمارات أيضا كان لها السبق أيضا، وأنشأت وزارة الاقتصاد نعم. في عالم الميتافيرس. دبي تسعى إلى إنشاء مدينة ضاهي إمارة دبي في عالم الميتافيرس، ودول أخرى فعلا. ستنحى هذا المنح. عالم الميتافيرس هو عبارة عن خليط ما بين العالم الواقعي اللي منعيشه والعالم الهش الرقمي
اللي السهل البسيط. فتم دمج هذا العالم مع ذاك العالم وأنشئ عالم ثالث التعامل فيه بيكون عن طريق بعض الأشخاص، بيكون عن طريق تقنية ثلاثية الأبعاد، إنشاء أشخاص مشابهة للأشخاص الحقيقيين. دي البدايات. وتعيش معهم. نعم، بتعيش في عالم لا هو عالم افتراضي يعني كامل ولا هو عالم واقعي كامل، ولكن هو خليط زي ما حضرتك تفضلتي، هو خليط بين هذا العالم وهذا العالم. ده ببساطة قد يكون غير منتشر، قد يكون الآن لا يعرفه البعض، قد يكون البعض عرف عنه بعض المعلومات البسيطة، ولكن من يعني في خلال 5 سنوات سيكون تقريبا هو العالم الأكثر انتشارا والذي يحظى بالتعامل الأكثر لدى الأشخاص الطبيعيين. نعم. يمكن هو كان في السابق دكتور ولكن بطريقة مبسطة. أذكر زمان يعني كانوا مثلا على سبيل المثال سوارة تضعها في يد الزوج مثلا، إذا اشتقت له مثلا تكبس على الزر يصل الشوق مثلا. هي طريقة في حضرتك. تفضلي. تفضل تفضل حضرتك. هي الحقيقة الفكرة بدأت كان في فيلم، هي من فيلم. نعم، كان في فيلم زمان، فيلم الخيال العلمي، ولكن سبحان الله يعني تطورت هذه الفكرة وطبقت بالفعل على أرض الواقع، وأصبح بالفعل بنجدها النهاردة، وأصبحت شركات بتتسابق للوصول إلى هذا العالم وتسويق منتجاتها في هذا العالم، وضع علامتها التجارية. كيف دكتور كيف يتم عملية تصميم الميتافيرس بطريقة احترافية؟ حضرتك قلت أن احنا ننشئ عالم مختلف، لكن أنا ودي أعرف تفاصيل أكثر. كيف يستطيع المستثمرين وأصحاب الشركات والمؤسسات حالياً، لأن الاعتماد صار عليها كبير والإقبال والانتشار قاعد في عالم الميتافيرس يكبر، فكيف يتم عملية إنشاء هذا العالم بشكل احترافي؟ بداية الأشخاص اللي هم الأفراد بينشئهم حاجة اسمها الأفاتار اللي احنا كلنا عارفينه. هذا الأفاتار بيكون هو الشخصية التي تمثل الشخص الطبيعي داخل العالم الافتراضي، بيضع فيها المواصفات وبيضع بياناته الشخصية في المنصة بتاعت الميتافيرس وبعض البيانات الخاصة به، وبناء على ده بيبقى الأفاتار هو الشخص اللي يعني بيمثل الشخص القائم بالاستخدام. وبالتالي أيضا الشركات ايضا بتعمل افاتارات اخرى بتمثل موظفيها، بتمثل المباني الخاصه بها، بتمثل مكاتبها. حتى انه بالمناسبه حتى بعض مكاتب المحاماه بدات تستبق الامر. اين الرابط في عالم الميتافيرس مع المحاماه؟ نفس الشيء، نفس الافاتار. افاتار زي ما انا عندي 3 أو 4 موظفين، في 4 برضو افاتار موظفين مكتب دخول المكتب. بكره نشوفهم. نعم نعم. الحقيقه كان في مؤتمر في اكتوبر الماضي، كان ايضا في متحف المستقبل. بالمناسبه بشكركم على الاستضافه اللي حصلت. الله يسلمك، واجبنا الحقيقه القائمين على متحف المستقبل. وكان الحقيقه هو كان له سبق في انه يعقد هذا المؤتمر الخاص بتعريف بالميتا فيروس. برضو دائما الحمد لله رب العالمين دولة الإمارات بتكون سباقة في مثل هذه الأمور، وشرح الطريقة والكيفية اللي بيكون فيها. فهي أيضا بيتم إنشاء المصانع، بيتم إنشاء المكاتب، بيتم إنشاء الشركات، وأيضا الأشخاص اللي بيمثلوا هذه الشركات واللي بيتعاملوا معها عن طريق الأفاتار زي ما قلت لحضراتكم. أشخاص بيكونوا أشخاص غير طبيعيين ولكنهم يعني من وحي الخيال برضو، وكل شخص بيضع سماته من خلال منصة الميتافيرس وبيمثله داخل العالم الافتراضي هذا. نعم دكتور، كيف يربط عالم الميتافيرس العالم المادي والرقمي معا؟ زي ما قلت لحضرتك، هو العالم الحقيقي هو عالم ربما يكون فيه صعوبات وجامد شوية. العالم الافتراضي عالم هش جدا جدا، وبالتالي سهل. يعني النهاردة حضرتك ممكن تفتح أي موقع لأي دولة أو أي موقع لأي مكان وتدخله بسهولة جدا.
عالم الميتافيرس ربط ما بين هؤلاء العالمين، ما بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي، وأنشأ عالم وسطي بنشوف فيه الأفراد، ولكن إذا كنا بنشوفهم من خلال التطبيقات أو بعض التطبيقات خلال الإنترنت أو على بعض المواقع، هو لا، بيعيش الشخص نفسه داخل الحدث. يعني حضرتك مش بتكون مشاهد ولا بتكون مجرد رأي للحدث، لا، حضرتك بتكون مشارك من خلال الأفاتار بتاع حضرتك، مشارك جوه الحدث، فتستطيع أنك أنت تتعاقد على منتجات، تستطيع أنك أنت تشوف الملابس المناسبة، والأفاتار بتاعك بيكون بنفس القياس ويتقيس عليه. عفوا على المقاطعة دكتور، بس أنا سمعت أن في شراء عقارات وأراضي من خلال هذه العالم. نعم نعم، أنا عايز أقول لحضرتك أنه بيع أول منزل ب 500 ألف دولار عن طريق العالم، عن طريق العالم الافتراضي، 500 ألف دولار العام الماضي بيع أول منزل ب 500 ألف دولار. هذا المعلومة اللي أنا سمعت عنها. نعم. فعلا. وستستمر. عايز أقول لحضرتك أنه سوق العقارات الطبيعي أصبح بينتقل الآن وبيتحول إلى عالم الميتافيرس شيئا فشيئا. نعم، وحيكون عالم الميتافيرس من يعني حيكون مجال العقارات حيكون أنشط وأسرع في عالم الميتافيرس. بالضبط. دكتور يعني عاوزين ندخل هذا، تعال ندخل هالعالم. اي والله كيف باستطاعتنا فعلا حضرتك حتنشئ، كيف ندخل هذا العالم الجديد ونتعامل فيه ونعامل فيه؟ هو في مجموعه ادوات حيتم استخدامها من قبل الاشخاص العاديين علشان يدخل هذا العالم. طبعا في اول حاجه النت هيبقى له سرعه مضاعفه شويه، وحيتم انشاء شركات متخصصه وتضاعف سرعه الانترنت عشان يعني تواكب التعامل في هذا العالم. الامر الثاني، في مجموعه من الادوات اللي الشخص هيستخدمها، هيستخدم سماعات معينه علشان تقدر تنقل الاحساس والشعور من الافاتار للشخص الطبيعي، هيكون في نظاره معينه علشان تقدري تدخلي هذا العالم وتري ما فيه وكأنك موجود، كأنك فيه موجود بالفعل، هو بالفعل حضرتك بتشارك في الأحداث من الداخل. حيكون في جاكيت معين علشان تستشعر ان جسم حضرتك منقول داخل، فتبدا تاخد الخطوات او تاخد الردود فعل، اذا مثلا اذا انت ماشي في داخل عالم الميتافيرس ولقيت جزء بركه او جزء من الميه فتقدر تتجاوزه. بالضبط. موجوده دكتور يعني في كل البلاينج اريا في المولات الان موجوده هذه الالعاب، البلاينج اريا حضرتك بس بتتابعي بتشوفي، انما ده حضرتك مشاركة. مشاركة. انت مشاركة. لا لا لا، في حتى إمارة اللمس دبي. حتى اللمس، حتى اللمس، حتى استشعري حتى السخونية والبرودية والامر في إمارة دبي دكتور موجودة انك انت بتعيش وتحس نفسك تمشي بين جبلين وراح توقع كان زمان موجودة في لعبة، كانوا في لعبة في انما دلوقتي مش هتخرجي من اللعب، حضرتك هتكوني داخل اللعبة. خلنا دكتور نخرج شوي من اللعبة. أتفضل. والروح كونك ما شاء الله عليك أنت. ليش أنا صدق عشت الجو معاه في اللعبة، والله حسيت نفسي في عالم ميتافيرس داخله. كونك دكتور ما شاء الله عليك شخص قانوني. أتفضل. يعني خلنا نقول ما هو الوضع القانوني للسلوكيات اللي ترتكب عبر الميتافيرس. والله هو سؤال ممتاز جدا جدا، لأنه بالفعل يعني إلى الآن لم يتم وضع قانون محدد للسلوكيات داخل الميتافيرس. الأشخاص الأفاتار هو شخص وحيواكب ويواجه آخرين طبعا، وحيتعامل معهم، وربما يكون التعامل سيء وربما يكون التعامل جيد، ربما ترتكب بعض الجرائم البسيطة وربما ترتكب بعض الجرائم. شو جرائم كل جريمة قتل الأفاتار، الأفاتار ممكن يقتل الأفاتار، ممكن يحرضوا على الانتحار، ممكن يبقى في سبب يكون في قصد، ممكن يبقى في استخدام للأفاتار بتاع حضرتك بشكل يخرب الموقع بتاع حضرتك. هاكر يعني دكتور، نفس الهاكر؟ أسوأ من الهاكر شوي، أسوأ من الهاكر، لأنه في ده بعض الحالات اللي احنا كنا بنسمع عنها ما كناش مدركين لها، وبعض الدول جرمت بعض هذه الالعاب، كانت برضو افاتار بيتحكم في الاشخاص لدرجه ان هو يدفعهم الى الانتحار. اي موجوده، سمعتها في احد الدول العربيه. نعم. واودى اصلا كنا بنسمع انه هذا الشخص انتحر
بشكل غير معقول غير طبيعي بسبب لعبة فعلا. فهذا الأمر طيب. إذا حنفترض إذا حصل إن أفيتار تعدى على أفيتار بالقتل، إيه العقوبة اللي ممكن نطبقها؟ هل حنطبق القانون قانون العقوبات الحالي؟ هل حتكون العقوبة دكتور إيه العقوبة وعلى من ستطبق العقوبة؟ أيوة، هل حتطبق على الأفيتار ولا حتطبق على اللي لعب في الأفيتار؟ طيب إذا كان الشخص اللي بيمثل الأفيتار، طيب هل حنطبق عليه عقوبة الإعدام اللي إحنا بنطبقها على الأشخاص العاديين؟ إحنا عندنا الجريمة أو العقاب لابد أن يتناسب مع الجريمة. طب إذا أفيتار قتل أفيتار، هل هذه الجريمة جريمة قتل في مفهومها القانوني في تكييفها القانوني جريمة قتل؟ لا، القتل هو إزهاق روح إنسان حي. بالضبط. طيب هل أفيتار إنسان حي؟ إذن إحنا محتاجين، وده هيتم إن شاء الله، يعني هيتم مستقبلا إصدار لوائح وقوانين تكييفات قانونية الأول نكيف الشخص القانوني ده، هل هو شخص طبيعي أو شخص غير طبيعي؟ لابد يبقى له وصف قانوني علشان نشوف هنطبق عليه قانون الطبيعة ولا لا. بس كيف دكتور يعني خذني على قد عقلي. لا اتفضلي تحت أمرك. كيف ستتم عملية محاكمة أفيتارز في جيم في لعبة؟ بالتالي يعني هل ستكون أيضا المحاكمة وقاعة المحكمة والمحامين والقاضي والقضاة ورئيس هيئة المحكمة هم في عالم افتراضي؟ حزيت حضرتك من الشعري إعدام ممكن يكون إعدام قريب بالليزر. من أسبوعين كولومبيا عملت محاكمة لأفيتار ارتكب جريمة مرورية أو ارتكب مخالفة مرورية. فدي كانت أول حقيقة أول محاكمة تتم عبر الميتافيرس. ولكن خلينا نتساءل هل القانون الطبيعي العادي ينفع يطبق على عالم افتراضي؟ أكيد لا طبعا. طيب عندنا مبدأ عام في القانون، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، يعني لابد أن يبقى فيه نص يجرم الفعل معين أو وبعدين يضع العقوبة طيب هل يستطيع القاضي تطبيق النص الواقعي على العالم الافتراضي؟ لا طبعا. طيب قانونيا لا يبقى هياخد براءة. صحيح. يبقى لابد إذا لك نطالب بوجود نصوص قانونية جديدة نعم. تناسب هذا العالم اللي هو عالم الميتافيرس. وأنا أعتقد أن يعني زملائنا الفقهاء والقانونيين قائمين على هذا الأمر، ولكن دائما العوالم الجديدة في بداياتها يعني ما ينفعش أن احنا نحط قانون وبعدين نقيم عالم، لا هو العالم بيجي وبعدين تبدأ الجرائم نعم ويبدأ يتم بقى تنظيم قانوني لهذه الجرائم وتنظيم قانوني للعقوبات الواردة فيه بشكل يجعل العقوبة تتناسب مع الجريمة. نعم. ده فيما يتعلق بالقانون يعني. فيما يتعلق بالقانون. برضو يعني هنصطدم بأشياء أخرى من فترة قريبة أو من فترة في بداية العالم الميتافيرس. سيدة عملت أفيتار ودخلت هذا العالم، بعدين تحرش أربع أشخاص بالأفيتار، أربع أفيتار تحرشوا. طب هل الألم اللي واقع على الأفيتار الخاص بالسيدة هو نفس الألم اللي بيقع على الشخص؟ طبعا لا. فإذا هنا برضو لابد إحنا ننظر، لابد في ألم مادي وفي ألم معنوي. مدى إدراك الأفيتار الألم المعنوي ومدى وكيفية العقاب يعني الحقيقة يعني عالم غريب مع باعتباره جديد فهو غريب طبعا، ولكن هيتم إن شاء الله يعني تقنينات قانونية تكييفات قانونية سواء للأشخاص سواء للوقائع سواء للجرائم، ربما كمان تستحدث جرائم جديدة. يعني إحنا بعيد الشر يا دكتور. لا خاصة بعالم الأفيتار يمكن غيرت رأيها بدخول يعني العالم. أكيد في نهاية هذا العالم يمكن عالم يمكن جديد، لذلك نعم. يبقى الجديد دائما غامض نعم. بكل سلبياته وإيجابياته، ولكن نحن نتمنى أن نسيطر دائما
يعني نتكاثر في عملية الإيجابية بأي برنامج جديد. دائماً جدي. دائماً مع التطور إن شاء الله أمورنا طيبة. الجريمة أيضاً بتتطور. لا إن شاء الله أمورنا طيبة دكتور أمين. دكتور أشرف أمين فرج، مستشار قانوني ومحكم في محاكم دبي وأستاذ القانون التجاري المساعد في جامعة الفلاح. شكراً جزيلاً لك وشكراً لهذه المعلومات القيمة والطيبة. إن إحنا نعرف السادة المشاهدين على. الله يسلمك. سعيدين فيك جداً. شكراً يا دكتور. منها للأعلى يا رب. شكراً دكتور. يعطيك العافية. بتختم بالواقع ولا ميتافيرس؟ لا ميتافيرس عندك. لا أنا خليني عرض الواقع، راضية بالواقع بشينة وبزينة. مشاهدينا وصلنا لختام مشوارنا معاكم لهذا اليوم، غدا يتجدد اللقاء. دائما ابدوا حياتكم ويومكم ابتسامة واختموها بابتسامة في الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. هذه تحياتي بشائر العبد. يعطيك العافية عليك. يعطيك العافية بشائر. نعم مشاهدينا وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله غدا. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أخوكم علي اليماحي وتحيات طاقم العمل وتصبحون على خير.